في الحقل. في عطلة نهاية الأسبوع زرت جدي الذي يسكن في أسفل جبل، حيث الماء العذب والهواء المنعش والأعشاب الخضراء. فوجدته في الحقل وبيده فسائل، وبجانبه فأس ورفش ومرش. قلت له: هل أساعدك يا جدي؟ فابتسم وقال: أنا سأغرس هذه الفسائل الطرية وأنت ستسقيها بالمرش. وإذا بي أنجذب إلى شجيرة صغيرة، يا لجمالها! ضمني جدي إليه وقال: إنها شجرة الرمان، هي لك. فرحت بها كثيرا، وعزمت أن أغرسها أمام منزلنا لنتمتع بظلها وجمالها وثمارها.